اسمي رقية البسعيدي، محاسبة في ال سي واي كيكي افنيوز اباريل جروب. صار لي اشتغل سنة ونص من 2015 من الافتتاحية. انا طالبة يعني ادرس واشتغل في نفس الوقت، وحابة يعني هالوظيفة انها تمهدني لسوق العمل وتعطيني خبرة زيادة. كوني امرأة واجهت شوية صعوبات لان مجتمعنا شوية قاسي، انت بنت وكيف تشتغلي وكيف اهلش راضيين وكذا وكذا، بس انا ما يهمني لاني انا عارفة نفسي وعارفة اني عندي هدف وحابة احقق الهدف اللي عندي. انا حابة اني اقول اني اشجع البنات اللي في عمري اذا عندهن هدف وحبات يوصل له فيتوكلن، وان شاء الله ما في شيء بيمنعهن وما في اي عائق اذا هن عندهن عزيمة واصرار والنية الصالحة.